أنا متأكد أن من هنا من هذه المدينة الكبيرة العظيمة المباركة الأشمة مدينة التوارق تمنغص سيكون لنا بالمثابرة والمتابعة أبطال من هنا سيكون هنا أبطال سنكون أبطال في ألعاب القوى أبطال على المستوى الوطني والدولي نظرا للمكانة الجغرافية والمناخ الذي لا مثيل له لمدينة تمنغست سنواكب ونرافق هذه النخبة الرياضية من أجل أن تحقق مبتغاها والمتمثل في جعل الجزائر الجديدة شعلة في المحافل الوطنية والدولية تحقق الرفاهية نجاح الطالب في مختلف المؤسسات الجامعية بالرياضة الجامعية ومحققة كذلك لأهداف التنمية المستدامة بالسلم والتلاحم والتعارف.